شباب انذاك، نعم، نعم كنت المركز الثاني لسوء الحظ، يعني ما كانش عندي تحضير في القمه لي انذاك، كنت مع شقيق كبداية يعني. كبدايه. نعم طلبنا تحضير، يعني طلبنا يعني منحه، نعم ولكن لسوء الحظ المنحه ما عطتناش. حضرنا في الجزائر، وبعض الاشخاص اللي ما عندهمش الغير على الوطن قال لك هذا لا وصل للنهائي راح. من كانوا مسؤولين مثلا ما نوردي؟ سائل، وانا ما نذكرش الاسماء، لا لا باش قصدي يعني كانوا مسؤولين في كانوا السلطة؟ مسؤولين في الاتحاديه، وقال لك هذا لا وصل للنهائي راه مليح. مشيت بامكانيتي الخاصه بعد يعني بعد معركه كبيره خضها يعني شقيقي في في في, في طريق طويل باش جاب التذاكر وجاب التاشيره، مشينا فزت بالتصفيات ودرت المركز الثاني في البطوله العالميه. نعم لازم نامن ولازم نعطوا الفرصه للشباب، ما لازمش نغلقوا الابواب يا اخي، لان بعض الحالات هذا الناس عندهم مصالح شخصيه فقط نعم فقط الى يخرج معك يعني تو فا بيان، باسكو علاه يستغلك عنده دي فريدميسيون، ولا ما خرجش معك يعني لازم نغلق له الباب. ما تشوفش مصلحتك، سبق مصلحه الوطن يا اخي، اعطي 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 هل ما جرى الفرصه. في 1988 والمشاكل التي احترقتك وعدم تقديم مساعدة هي التي دفعتك يعني للاختفاء نوعا ما بعد فترة، يعني بعد المشاركة في تلك الفترة؟ والله 88 هذا هو السبب الحقيقي بكل صراحه، بكل نعم صراحه. نعم مشيت لامريكا لان الابواب ربما كانت مسكره من جانب بعض الاشخاص في الاتحاديه، كما قلت اللي عندهم مصالح شخصيه ما عندهمش الغيره على الوطن، خضوا قائمه وقائمه مطوله وقالوا هذول اللي حضرهم البطوله العالميه والاولمبياد، وانا ما كانش اسمي في القائمه، واضطريت يعني درت اتصلت ومشيت لمشاغيري باش نحسن يعني نتائج دعم وشرف في الجزائر. هذا هو يعني انا نتاسف في بعض الحالات نعم التصرفات غير عقلانيه غير وطنيه، هالاشخاص ما لا عندهم حتى علاقه باش يجيروا باش يسيروا يعني اتحاديه، اللي ما عندوش غير على الوطن ومش ناوي يخدم الرياضه يخلي المكان الغير. نوردين، هل صحيح أنك غادرت لأمريكا حراقا؟ لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. جاتني تاشيره انا ذاك في 88 كنت جريت سباقات قبل البطوله العالميه 3 سباقات، وكنت تلاقيت بالبطل الاولمبي جيليس كاريوكي في 88 بسيول، وحكينا يعني دردشه، وقال لي ندرس في امريكا، وفي امريكا في الجامعه بريفاسا كان امكانيات، وكان مدرب نعم عنده خبره وخرج عده رياضيين، قال لي حبيت يعني تساندنا تجي مع الفريق وتمثل الفريق. قلت له كل يعني كل فرح وسرور، ماذا بين حسن النتائج تاعي، يعني الاشياء اللي ربما ما الفرص اللي ما عطاوهانيش نصيبها ليك. درت اتصالات وبعث لي التذكره ودرت التاشيره نورمال يعني عادي، يعني ما لم تجده من المسؤولين الجزائريين والاتحادية وجدته لا هناك؟ مش المسؤولين، المسؤولين بعض العناصر نقول يعني بعض ان نعم المسؤولين بصفه عامه بالدوله يعني يتميزوا باخلاق وبقيم وطنيه عظيمه، بعض البلابل بعض العناصر اللي خلقوا الفوضى اللي ما عندهم حتى علاقه بالمسؤوليه ما عندهمش حتى علاقه بالوطني، هذول لازم نجردوهم من الرياضه. احنا عندنا الغير على الوطن، نحبوا الوطن، علاش نسبوه حتى في رياضه حتى باش يغادر ولا مثل الالوان الاخرى؟ لا، ربما كاين عناصر كاين سبب معين، وهذا لازم ندير دراسه مطوله نعم دوره باش نحو هذا. بعد ذلك عدت بقوة وحققت إنجازات من 1990، نعم حققت إنجازات كبيرة، مشاركاتك كانت كبيرة على المحافل الدولية. والله في 92 في التسعينات بعد العوده تاعي كنت فزت في 89 كنت فزت بالبطوله الوطنيه بقسنطينه، نعم وهذه بدايه التالق تاع المشوار العالمي، وكنت في الصنف الاواسط وفزت على على الكاميرون، كانت بالضبط بقسنطينه، وهذه كانت بدايه يعني النجوميه تاع المستوى العالي. في التسعينات كنت رقم واحد عالميا بعدما جريت يعني داخل القاع في القاع 55 احسن نتيجه عالميه في المايل بعد بيتر اليوت من بريطانيا. هذه كلها كانت تبشر بالخير، تبشر باللي الجزائر بصفه عامه اذا كانت عندها امكانيات يعني ماديه، واذا كان مرتاح نفسي في عنده ارتياح نفسي في مكان معين ما يقدر يحقق لنا النتائج. حتى كانت اتصالات مع شقيقي نهضروا على البرنامج على التدريب نغيروا هذه نزيدوا هذه، كان دائما اتصال مع شقيقي يوميا، وكان دائما ميول للجزائر يعني ميول ايجابي، كنت دائما خمم في بلادي، هذا هو الشيء خلاني نتالق. ماشي في بعض الحالات وين تروح الدوله اوروبيه ولا انسان ينسى العمل تاعه وينسى الترحيب من الجزائر، كان عندي هدف معين، والذهاب الى امريكا هو تشريف الرايه وخير ذلك النتائج اللي حققتها اللي حققت هذه الجهد. 90 و91 90 يعني. 91 انا يعني المشوار بصفه عامه يعني 13 سنه كلها كانت نتائج وعطاء للجزائر، الهدف تاع امريكا كما قلت لك كانت مع محبه نعم الوطن. أنا جاي معك فترة بفترة، لأنه 1992 كانت الصدمة، يعني احتلال المركز السابع كانت صدمة ليك يعني. قبل ما نتطرق لهذه النقطة حبيت نعم نقول لك بلي كل أفريقيا يشوف بإمكانية يدرسوا بجامعة أمريكا، نعم على كما قلت لك لأسباب الإمكانيات إلى غير ذلك، ولهذا بالنسبة للجزائري ولا مغربي كيروح ليك حاجة عادية، يعني لازم يكون يعني مرتاح نفسيا، وهذا هو. أما النقطة تاع الأولمبياد 92 بعد فوزي باللقب العالمي في نعم 91
كان شيء عظيم، لذلك قلت لك أنه صدمة كبيرة. كان شيء عظيم بالنسبة لكل الجزائريين. كانوا بعض الاختصاصيين يقول لك مستحيل رياضي يفوز داخل القاعة وخارج القاعة، يعني تقريبا 6 شهور في القمة مع الضغط تاع الإشبيلية والضغط على الآخر، يعني ممكن الإنسان يفقد ربما لياقته أو يفقد التركيز، لأن الحلم تحقق داخل القاعة. ولكن أنا كانت أمنيتي هو رضا كل الجمهور الجزائري، وشرفت في 91 وكنت في القمة، وهذا مفخرة كبيرة مع ما شارك معي السعداوي طلي، قال لي أنا هربت منك في 92، يعني شاركت معه وفزت، فزت وكان هذا شيء شرف عظيم باش نجري مع سعد عويطة، وكنت يعني بطل العالم داخل القاعة وخارج القاعة، وهذا كان إنجاز عظيم وش بالنسبة حصل للجزائر. بالضبط 1992؟ كان سباق تكتيكي يعني؟ السباق أنا ذاك كانت عندي إصابة، لربما الجمهور الجزائري والشعب الجزائري بصفة عامة يجهل الإصابة. نعم، ما يعرفش هذا إصابة الشيء. كانت في الحوض، كان الباسم ديبلاسي، وكانت عندي ربما أوجاع في الحوض، ما كنتش نعم نعمل السرعة النهائية كما يلزم الحالة. عملت سرعة، عملت يعني لونديرونس إلى غير ذلك، يعني ما يسمى بالنفس الطويل، نعم ولكن السرعة ربما كانت مقوسة في الآخر تاعي. والسباق أنا ذاك في برشلونة كان تكتيكي، كان 3 دقائق و40 أو 41، كان سباق مفتوح، كان أي رياضي يقدر يفوز باللقب إذا كان وجد في منعرج يعني مناسب. وأنا المشكل تاعي لأن في أنا ذاك في السنة كانت 3 دقائق و34، كنت نحتل المركز الخامس ولا السادس عالميا، ربما الثقة النفسية ما كانش عندي كما في طوكيو. طوكيو كنت يعني 3 دقائق و31 رقم واحد عالميا، فزت بكل المنافسات، هذه كانت ثقة كبيرة فيها. أما 92 الإصابة والنتيجة تاعي ربما هذو ما كانوش متقاربين بالنسبة لطوكيو، وهذا الشيء حتى السباق اللي ربما كان تكتيكي كانوا الأعداء الكينيين حصروني، ما قدرش منعرج، ما صرتش منعرج باش نخرج باش نوزع السرعة تاعي. ولما خرجت سيتي تروتار كانت يعني متأخرة، كان كاتش قدام مسافة كبيرة، وحتى لربما بعض الحالات تجري ورا الميدالية كي تشوف بلي راك في المركز الثالث ولا الثاني، يعني لربما تفقد هذيك الشهية تاع السباق. هذا هو نعم، هل فعلا نور الدين مرسلي لم يحقق ربما أرقام قياسية بسبب غياب ما يسمون أرانب السباق؟ يعني انا عن جاك يعني بعد الاولمبياد 92 كان نعم رد الفعل تاعي، حبيت نبين للجمهور الجزائري باللي ما زلت في العطاء، ما زلت في القمه، مجرد يعني ربما حدث لأنه بعد يزول، الصدمة يعني يزول في صدمه. 3 اسابيع بالضبط بريتي فزت بالسباق، شتوتغارت لا قبل ذلك. في سيتي في 92 نعم بالضبط نفس السنه، حطمت رقم قياسي عالمي في 1500 متر، وكان اول رياضي جزائري يحطم رقم قياسي عالمي داخل القاعة، وأول رياضي جزائري أو عالمي يجتاز مسافة 1500 متر تحت 3 دقائق و29، نعم وكان هناك الرقم في حوزة الساعي العويطة. وهذيك كنت مبين باللي البطل الحقيقي هو اللي ينزل ويصعد، ماهوش البطل اللي ينزل ثم يذهب هكذا بدون نتائج. هذاك حتى مبين باللي الجزائري ومبين العالم باللي نور الدين مرسي مازال يملك هذه المسافة ومازال يسيطر عليها، والتاريخ يشهد على ذلك. وبعد سنوات يعني تألقت في عدة مناسبات، في 93 كنت بطل العالم كرد الفعل، يعني الانتقام من الهزيمة تاعي، تغلبت على فيرمين كاتشو في برشلونة في فعلا. 94 رقم قياسي عالمي، في 93 كذلك رقم قياسي عالمي، إنجازات عظيمة ولازم وقت كبير باش نتكلموا عليها، وهذه كلها فعلا تحقيق. لذلك لا يمكن حصر يعني كامل الإنجازات اللي حققتها. نتحدث أيضا عن إنجازاتك الكبيرة اللي كانت يعني في مشوارك الكبير. ما هو أجمل يعني وأروع إنجاز حققته يعني في نظرك؟ أم كل مرحلة عندها؟ والله أول إنجاز حققته بالنسبة لي الفرحة اللي كانت عمت كل جزائري هو الرقم القياسي العالمي في إشبيلية، كنت أول رياضي جزائري حطم رقم قياسي عالمي ويدخل من باب التاريخ الواسع، دخلت الرياضة الجزائرية من باب التاريخ عالميا، وهذا شرف لي وشرف لكل طبعا الجزائريين، لأن باش إنسان يحطم رقم قياسي عالمي ويجتاز كل الدول مش حاجة سهلة. حيا الله، هذاك هو كان الشيء عظيم. ثم بعد ذلك كانت شهيات أخرى للألقاب العالمية والأولمبياد وأرقام قياسية عالمية، هذا على